بسم الله الرحمن الرحيم. الزول مقران في اللون. طبعا أنا سعيد لوجودي في هذا الملتقى الهام، وأود في البداية أن أحيي كل من السيد والي الولاية الذي سهر على أن يحقق كل النجاح لهذا الملتقى الهام، وأنا أعرف فيه حرصه والتزامه بكل ما يخدم الثقافة والهوية الوطنية، كما أحيي السيدات والسادة نواب البرلمان بغرفتيه، وأحيي مختلف ممثلي مختلف المجالس المنتخبة الولائية والبلدية، وأحيي السيد رئيس جامعة عبد الرحمن الميرة الصديق الدكتور سي بوعلام سعيداني، والأخ الصديق سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية وكل إطارات هذه المحافظة النشيطة. أحيي الأخت سامية مسعودي ممثلة السيد الوزير الأول التي تحضر معنا في عديد النشاطات الثقافية، وأنا أشكر لها هذا أيضا الالتزام، وأحيي أيضا السيدات والسادة إطارات ولاية بجاية المدنية والأمنية والعسكرية، كما أحيي بالدرجة أخص الأساتذة والباحثين والخبراء الذين شاركوا في ورشات هذا الملتقى، وبدرجة أيضا أخص الضيوف الذين قدموا من عديد البلدان لمساعدة المحافظة السامية في وضع منهجية لتحقيق الهدف الأساسي وهو هدف علمي بحت، وهو كيفية البحث في إيجاد معاجم وقواميس تخدم تطوير اللغة الأمازيغية. وأحيي كذلك الطلبة، لأن الطلبة هم الذين سيكونون في المستقبل الحاملين لهذه المشاريع الحقيقية، هذه المشاريع التي تعنى بمسألة اللغة ومسألة الثقافة والإبداع. أنا كلمتي بلا شك ستكون لها صلة باللغة عموما والأمازيغية خصوصا. عندما نتحدث عن اللغة، وبلا شك الخبراء تحدثوا طويلا عن مسألة اللغة، اللغة ببساطة هي عندما ينجح 10 أفراد في إنتاج أسلوب للاتفاق فيما بينهم بلسان أو بلهجة أو بلغة فتلك لغة. اليونسكو يعرف اللغة بأنها إذا نجح 10 أشخاص في إنتاج لسان يتفاهمون فيما بينهم فتلك لغة. إذن علينا ألا ننظر إلى اللغة من أن عدد المتحدثين بها هي 1.5 مليار أو 10 أشخاص. قبل 500 سنة كان العالم يتوفر على أكثر من 15,000 لغة. خبراء اليونسكو يتحدثون عن أن الآن يوجد في العالم ما بين 6,700 إلى 7,000 لغة. بعض اللغات هي لغات محدودة الانتشار يتحدثها أقليات أو قبائل أو ما، لكن هناك لغات مهيمنة كما يطلق عليها إيبر لونغ، لغات واسعة الانتشار. لا توجد لغة كونية في العالم، توجد لغة عالمية ولكن لا توجد لغة كونية. توجد اون لونغ انترناسيونال بصح ما كانش اون لونغ يونيفرسال. يمكن أن تكون لغة عالمية، تكون هناك كاينة موجودة اللغة الوطنية كما نقولوا حنا، اللغة نقولوا الفارسية يتحدثها الفرس فقط، الإيرانيون فقط، هذه لغة وطنية.
هناك اللغة الدولية بمعنى يتحدثها عدد من الدول، قال مثل اللغة العربية أو الفرنسية. هناك اللغة العالمية وهي اللغة التي لها انتشار في كل بلدان العالم ولو على المستوى العلمي كالإنجليزية مثلا، لكن اللغة كما قلت لا تقاس بعدد المتكلمين، لأن لو قسناها نقول أن اللغة الموندارا التي يتكلمها مليار واربعمائة مليون هي اللغة الأكثر انتشارا في العالم، في حين ما هيش اللغة الأكثر انتشارا في العالم، هي منتشرة فقط في الإقليم الصيني، لكن اللغة تعرف تطورها بتطور المجتمع وتطور المعرفة. إذن في اللغة هناك لغات طبيعية وهناك لغات مصطنعة. لغات طبيعية كاللغات التي نشأنا نحن عليها، الأمازيغية أو العربية أو الإسبانية أو غيرها، لكن هناك لغات في العالم ظهرت أكثر من 300 لغة مصطنعة ابتكرها أشخاص، كلغة الإسبرانتو مثلا التي ابتكرها الطبيب البولوني زامينهوف، وهي لغة الآن عندها متكلمين يتجاوزون 10 ملايين متحدث ويؤلفون بها وتترجم بها الأفلام السينمائية ويكتبون بها روايات. يعني بمعنى أن الإنسان يمكنه أن يبتكر لغة إن كان يمتلك عقل منتج للمعرفة ومنتج للمصطلحات. الآن نحن أمام ظاهرة وهي ظاهرة التكنولوجيا. التكنولوجيا الآن أصبحت قادرة على إنقاذ عدد كبير من اللغات من الموت. بعض اللغات مهددة بالموت لأن العولمة تضغط بشدة، فيهجر الناس هذه اللغة ويتجهون نحو اللغات الأكثر انتشارا واللغات المهيمنة والأكثر استعمالا في المعرفة وفي العلم وفي الطب وفي مجالات عديدة. لكن الآن التكنولوجيا أحيت أكثر من 500 لغة من بينها لغات ميتة. هذه إحدى الأدوات القوية المساعدة في تطور اللغات، من بينها الأمازيغية التي أصبح لها حضور في شبكة الأنترنت وفيها أيضا منتوج فكري وثقافي وفني موجود في شبكة الأنترنت باللغة الأمازيغية، وهذا شيء مهم جدا، وهذه خطوة كبيرة في تعزيز مكانة الأمازيغية ليس في الجزائر فحسب ولكن في العالم. التكنولوجيا الآن في ظل هذا التطور الذي يشهده العالم، رانا عايشين كما يقولوا لير نيميريك، رانا عايشين في الزمن الرقمي، وهو السؤال الذي يطرح دائما هو أي لغة سيتحدثها الإنسان في 100 سنة القادمة في ظل هذا الصراع اللغوي وهذا التطاحن اللغوي. بفعل كل لغة تريد أن تأخذ مكان لغة أخرى. الإنجليزية مثلا يسمونها قاتلة اللغات، قاتلة اللغات، إذا دخلت الإنجليزية في بيئة معينة تسيطر فتزيح اللغات حتى ولو كانت لغات وطنية. فهذه مسألة، لهذا فنحن يجب أن نتعامل مع المسائل تعامل علمي وليس تعامل لا سياسي ولا تعامل في بعد آخر، يجب أن نتعامل معها في هذا البعد. لهذا لاحظوا مثلا أن الإنجليزية، هناك نوعان من الإنجليزية الآن في العالم وهذه يقولها الخبراء، يقولون هناك إنجليزية شكسبير وهناك إنجليزية بيل جيتس. إذا أردت الإنجليزية الآداب والمعارف والأعمال الأدبية الخالدة الكبيرة إلجئ إلى الإنجليزية الأصلية وهي لغة شكسبير، لكن إذا أردت لغة التطور العلمي ولغة التكنولوجيا فإنك تلجأ إلى لغة بيل جيتس وهي اللغة التقنية. إذن المستقبل اللغات يتجه نحو لغة هي لغة الشفرة، لغة الكوداج، لغة
نتاع رموز. بمعنى مثلا اعطيك مثال، هذا البورتابل اللي عندنا، لما تحلل هذا الجهاز هذا تفكه لي كومبوزون تاعو شحال، كم من جزء يتشكل منه، توجد 400 500 جزيء صغار، دي كومبوزون صغار. يفترض ان كل كومبوزون عنده اسم، بمعنى ان هذا يحمل 500 اسم. اللي ينتج هذا ما ينتظرش سي الهاشمي عصاد ولا عز الدين مهوبي يعطي له اسماء لهذه الاشياء، هو يعطيها اسم ويعطيها رموز. فبالتالي تجد ان الكومبوزون المكونات نتاع هذه الاجهزه الرقميه وهذه التقنيه هي عباره عن رموز، ارقام X1 X2 كذا مثلا. اذا فالتكنولوجيا المعرفه اسبق من اللغه، اللغه بطيئه، بمعنى ان اللغه، ان المعرفه صاروخ واللغة سلحفات. لهذا فإن العمل الذي تقوم به المعاجم المجمعات اللغوية واللسانية بطيء جدا، وأحيانا لا يصل، وأحيانا لا يعمل به تماما. لهذا فإن الناس يلجؤ دائما لهذا اللي ينتج، هذه ينتج لك اللغة. لهذا فأنت مضطر إلى أن تتعامل باللغة التي ينتجها الذي أنتج المعرفة. فتطور اللغة العربية ولا الأمازيغية ولا اللغة أخرى محكوم عليه بأن يطور أدواته وأن يتطور المجتمع تقنيا وغيره. الشيء اللي حبيت نقوله أن كل اللغات تأخذ من بعضها، وهذا هو محل الشاهد هنا كما يقال فيما يتعلق بالأمازيغية. الأمازيغية لغة حية منذ أكثر من 2000 سنة ولن تموت، لأنها ليست اللاتينية التي انتهت وماتت، عند 2000 سنة وما زالت موجودة وقاومت، يعني قاومت يعني الرومان والوندال والبيزنطيين وحتى العربية وكذا وقاومت، ولكنها بقيت موجودة في العائلة الجزائرية تتحدثها، دليل بأنها مرتبطة بالوجدان وبالضمير وبالعائلة نفسها. لهذا فهي لغة لا يمكن يعني القول بأن هذه اللغة ما نعرف كيف، لا، هذه اللغة طالما بقيت اللغة العربية. بس كي تقول تلفاز تمشي، لأن في اللغة العربية كاين الفعل، لا تقول تلفاز تمشي، بس ما تقولش تلفزيون. تقول فلاسفة ما تقولش فيلسوفيون، تروح تطلع وتهبط. إذن هذه سميوها السليقة. إذن لازم كي تجيب كلمة تطعم بها الأمازيغية لازم تجيبها من انها يقبلها المول كما يقولوا نتاع الامازيغيه، يقبلها هذه الكلمه. لان اللغات كما قلت لكم تاخذ، روحوا الاسبانيه شحال اخذت من العربيه، شوفوا البرتغاليه شحال اخذت، شوفوا العربيه شحال اخذت من الفارسيه، شوفوا التركيه شحال اخذت من اللغات الاخرى. اذا كل اللغات تتعايش وتاخذ من بعضها، هذه طبيعه، هذه حياه البشر، كما ناخذ كلها تاخذ من بعضها. اذا هذه ليس عيبا، قال لاني ما لقيتش كلمه في القاموس الامازيغي التي تعبر على اسم الميكروفون ولا حاجه هكذا، بمعنى ان خلاص قال هذه لغه عاجزه. لا، تطويرها يكون من خلال تطوير هذه الكلمات ووضعها في بنيه امازيغيه تمشي معها، تستقيم معها. يكون لابد يكون في بصح وعي وفهم للغات الاخرى، مش مساله فقط قال
يلا وضعت لك. فأنا نتكلم على هذا الشيء لا لأنني أحيي أولا عقد هذا الملتقى الدولي الهام الذي يعنى بالقواميس، لأن القاموس هو الذي يمثل، هو الإناء التي توضع فيه اللغة، هو الوعاء نتاع اللغة. العبرية لما بدأت ب5600 كلمة فقط في عام 47 لما تأسس الكيان الصهيوني، بحثوا على اللغة قالوا نعم اللغة العبرية هي اللغة نتاع هذا الكيان، بحثوا جبدوا الكلمات لقوا 5600 كلمة، طوروها من بعد عند مجمع نتاع لغة يبحث في الكلمات القريبة والشبيهة والاشتقاق ويطور حتى أصبح عند وسع في هذه، وأصبحت الآن العبرية هي اللغة التي المستعملة في البحث العلمي. في معهد وايزمان للأبحاث النووية يتم بالعبرية، وكل الإيرانيين يستعملون الفارسية تاعهم، كل ذاك هذه مسألة ما تحتاج إلى جهد علمي صادق. أنا كانت لي تجربة في الإذاعة الوطنية في 2007، حاولت نعمل قاموس جيد ميم با قاموس يعني جيد دليل باللغة الأمازيغية للقناة الثانية باش نطور شوي الأمازيغية باش تكون عندنا مصطلحات متفق عليها بين القبيلية والشاوية والتركية والمزابية والشنوية مثلا. قال ديروا لنا قاموس يعودوا يتكلموا اسماء مثلا الكلمات السياسية، الكلمات الاقتصادية، الكلمات الثقافية، كل كلمات باش تصبح تحس باللي انه كاين كيان لغوي اسمه الأمازيغية. كي تسمعوا ما تسمعليش لا كلمة لا بالعربية لا كلمة بالفرنسية، إذا اجتهد. وجبنا ناس خبراء وعطينا لهم الإمكانيات، لكن للأسف يعني أكون صريح معكم انتظرت شي 6 شهور ما جابوا لناش ولا نتيجة. إذا فأعتقد أن الولادة الثانية للأمازيغية الآن تبدأ مع العمل الكبير الذي ستقوم به مراكز البحث والخبراء، وخاصة بعد إنشاء الأكاديمية التي سيقع عليها عبء النهوض بهذه اللغة وترقيتها وتطويرها. يعني نحن نضع كل الإمكانات المتاحة لدينا لصالح تطوير اللغة الوطنية الرسمية الأمازيغية. هي موجودة الآن في الفضاء الثقافي بصورة قوية، عندنا مهرجان للسينما بالأمازيغية، وعندنا مهرجان للأغنية بالأمازيغية، وعندنا مهرجان للمسرح الأمازيغي، وعندنا أيضا فنانين تشكيليين يستلهموا الأعمال تاعهم من الثقافة الأمازيغية. إن الثقافة الأمازيغية موجودة أيضا في الأعمال المنشورة، ترجمت الكثير من الأعمال الروائية، وأنا أحيي لاشسيال اللي ترجمت عدد من الأعمال، وأنا عمل من أعمالي ترجمة إلى الأمازيغية اللي هو تاسيليا اللي هو عمل شعري ترجمة إلى الأمازيغية، وأنا سعيد بأن يكون من بين 10 الذين تم اختيارهم لترجمة أعمالهم. فبالتالي إذن الأمازيغية موجودة. المسألة الآن فقط الآن وقد تكرست في التعديل الدستوري الأخير بتاع 7 فبراير الذي كرسها كلغة وطنية. الآن العمل يبدأ الآن كما قلت بنيات صادقة في تطويرها وتحسينها، والعمل على أن تكون جزء حقيقي ومؤثر وفاعل في الشخصية الجزائرية والهوية الجزائرية. وأجدد في النهاية تحيتي للقائمين على هذا الملتقى، وبالمناسبة فإننا بمناسبة إنشاء المعهد الوطني للأمازيغية ببجاية الذي سيرى النور قريبا إن شاء الله، فإننا سنمكنه من كم هائل من المؤلفات والكتب حتى يستفيد منها الباحثون والدارسون، وأن يكون فعلا معهد لخدمة هذه اللغة الوطنية. وأعلن في النهاية عن اختتام أشغال هذا الملتقى، أملنا إن شاء الله نلتقي في ملتقى آخر يعالج قضية حيوية لصالح الأمازيغية. وشكرا، السلام عليكم. شكرا للسيد معالي الوزير.
والآن أطلب منه أن يتكرم علينا ويتقبل منا هدية رمزية شكرا لنا وعرفانا له لزيارته لجامعة بجاية. وسأدعو السيد والي ولاية بجاية وكذا مدير الجامعة ليقدموا له هذه الهدية. أدعو السيد سلهاش معصاد والسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني للاشتراك معنا في هذه اللحظة. مازال تفضلوا بالجلوس من فضلكم. تفضلوا من فضلكم. لم ننتهي. تفضلوا بالجلوس من فضلكم. سيل فو بلي اسيي فو سي با فيني. شكرا للجميع. أدعوكم لمشاركتنا لبعض المشروبات والمأكولات. Une pause café est offerte dans la salle à côté, s'il vous plaît. Merci.